خلينا نذكركم مشاهدينا بموضوع آخر، نذكركم بموعد حفل الحدث الإقليمي الأبرز والأكثر احترافية من نوعه جوي أوردز 2023، اللي زي ما أنتم عارفين هذه المناسبة تحتفي بصناع الترفيه والنجوم وأيضا بالنجوم وبالأعمال الفنية في العالم العربي والمرشحين للجائزة اللي صوت لهم الجمهور. صحيح، وموعد الحفل راح يكون في 21 يناير الجاري على مسرح بكر الشدي في بوليفارد الرياض، فخلونا نشوف. تابع. الملايين سموا، ومرحلة التصويت لمن نالوا على أعلى نسب تسميات بدأت الآن. صوت عبر تطبيق جوي أوردز لواحد من المرشحين الأربعة عن كل فئة من فئات السينما، المسلسلات، الموسيقى، الرياضة ومواقع التواصل الاجتماعي. لا تنسى التسجيل عبر التطبيق لتكون أحد الفائزين العشرة بفرصة الفوز بتذكرتين لحضور هذا الحدث الضخم مع ضيف من اختيارك، لتعيشوا ليلة فوق الخيال وتشاهدوا لحظة تكريم نجومكم المفضلين. نتائج التصويت تعلن خلال حفل توزيع جوائز صناع الترفيه جوي أوردز في 21 من يناير لعام 2023 مباشرة من الرياض. فسارع بالتصويت الآن لأن صوتك أنت هو الحاسم. تطبيق جوي أوردز متوفر على أب ستور وجوجل بلاي.